مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه، متابعات قضايا وملفات، ودايما الخلاصه مع حضراتكم على شاشه المحور. تتواصل مآسي التيك توك، مهزله جديده من مهازل التيك توك. بنصحى ونقوم كده وننام على قصه جديده من القصص اللي بنستغربها وما بقيناش فاهمينها، وبقت حاجه كده مسلسل مستمر ومكمل معانا بشكل يومي. شخصيات بنسمع عنهم وكأنهم في عالم تاني، لكن من الواضح ان هم عايشين وسطينا من كتر المشاهدات والمتابعات ومن كتر الحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها في عالم التيك توك. بنت جديده مش هقول اسمها خالص، ولو انه في قضية وفي قصة يعني ليها تفاصيل معلنة، لكن مش موضوعي عن الشخصية دي بالتحديد. هي بنت تم إلقاء القبض عليها بسبب نشر محتوى إباحي. ايه اللي بيحصل؟ في وقت من الأوقات كان بيتقال ان التيك توك ومواقع التواصل والمنصات الجديدة والحاجات اللي احنا بقينا نشوفها يعني من اول ما بدأ التطور التكنولوجي ده، في وقت من الأوقات كان بيتقال إن المنصات دي والمواقع دي كشفت المشاكل الأخلاقية في مجتمعاتنا، كشفت العيوب اللي موجودة في مجتمعاتنا، كشفت النفاق والازدواج وعدم يعني المنطقية في بعض المعايير وهكذا. أنا من رأيي باللي احنا بقينا نشوفه دلوقتي وبالأخبار اللي احنا يوميا بنشوفها، مفيش يوم ما بنبصش كده في الأخبار وفي الجرايد غير وبنسمع عن واحدة بتنصب أو واحد بينصب على الناس من خلال التيك توك، واحد تاني بلوجر أو تيك توكر أو شخصية من المشاهير وتعددت الأسماء والألقاب، اتجوز واحدة وعمل مسلسل ان هم اتطلقوا وحصل ايه معرفش في الأولاد، وبعدين نكتشف ان كل ده كان مسلسل لاكتزاب المتابعين. شخصية ثالثة وشخصية رابعة بتنصب على الناس، شبكات وهم ونصب ضخمة وعملاقة وجذب للشباب وجذب للأطفال واستغلال حمى الشهرة عند بعض الناس واستغلال الرغبة في المكسب السريع عند ناس تانيين، كل ده تحت مسمى وتحت مظلة التكنولوجيا والتطور ومواكبة الأحداث ومواكبة الجديد وإنه نافذة للشباب يعرفوا فيها اللي بيحصل ويعبروا عن نفسهم وحرية التعبير. اللي احنا عايشينه النهاردة أصبح مرض بكل المقاييس والمعايير، أنا بسميه مرض التيك توك. احنا ايه اللي وصلنا للنقطة دي وإيه الوقفة اللي ممكن ناخدها وإزاي النهاردة نقدر؟ ما هو هي كل حاجة سلاح ذو حدين، أكيد التكنولوجيا سلاح ذو حدين، التطور سلاح ذو حدين، كل حاجة ليها عيوب وليها إيجابيات، ليها سلبيات وليها حاجات مميزات. لكن احنا النهاردة في عالم التيك توك وعالم التكنولوجيا لا نحصد إلا السلبيات، لا نعيش إلا السلبيات. لما كل يوم والتاني بيبقى واحدة بيتقبض عليها وتدمر مستقبلها بسبب نشر معرفش فيديوهات منافية للقيم والأخلاق، واحدة تانية بتنصب على الناس، وواحد تالت معرفش فتح حياته كسر حرمة البيوت اللي طول عمرنا بنعرفها وتعودنا عليها عشان يشد متابعين ولايكات، يبقى احنا في مشكلة، يبقى احنا عندنا حاجة لوقفة، محتاجين وقفة. ايه اللي بيحصل النهاردة في عالم التيك توك وايه اللي بيحصل في عالم التكنولوجيا وليه احنا مش قادرين نستفاد من التكنولوجيا دي بشكل جيد وبشكل ايجابي؟ ليه احنا واخدين المستنقع للاخر خالص واخدين اسوأ ما في الموضوع؟ القضية انا يعني هعرض لحضراتكم بعض تفاصيلها الحقيقة علها تكون فيها استفادة او عل يكون فيها بعض يعني تحذير او ناقوس خطر. واللي همي هنا فيه او اللي انا بخاطبه يعني هو كل البنات وكل الشباب وكل الولاد اللي النهارده متخيلين ان مستقبلهم هو في الموبايل ومستقبلهم هو في الحساب اللي هيعملوه، الاكونت اللي هيعملوه على التيك توك، وهو في الرقم رقم المتابعين اللي بيبقى فوق دوت كم مليون. لكل من متخيل ان هو ده المستقبل وهي ده الامل وهو ده يعني التطلع كله، عيد النظر وفكر مرة تانية. الطريق ده اخرته وحشة، حمة الشهرة دي مش كويسة، كسر حرمة البيوت غلط، وكل اللي احنا بنشوفه دوت هو
جديد علينا ودخيل علينا، ولا هو من ديننا ولا من اخلاقنا ولا من مجتمعنا، ومحدش بيقولك قاطع الانترنت ولا ما تخشش على التيك توك، بس الهوسه دي خطيره جدا. عشان كده بقى دي رساله تحذيريه النهارده انا حريصه ان انا اوصلها من خلال قصه البنت اللي احنا يعني مش حابه انه نتكلم عنها كاسم او كشخصيه بعينها، قد ما ناخد من قصتها رساله او ناخد من قصتها عبره، او نفهم حتى الانجرار للطريق دوت بيحصل ازاي وباي خطوات. عشان كده انا معايا الصحفي الاستاذ فتحي سليمان، هو مطلع على الملف ده كله وهو اللي كان كاتب الاخبار دي، فعنده بعض التفاصيل يشاركها معانا، بالاضافه كمان هو متخصص قسم الحوادث. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصه. اهلا بحضرتك يا استاذه هبه، واهلا بجميع الساده المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. هي ما بقتش قصه واحده الحقيقه، هو بقى كل يوم قصه لمحتوى منافي للاخلاق، لنصب، لتجاوزات ما. القضيه دي تحديدا ايه تفاصيلها وايه اللي حصل فيها؟ طيب خليني برضو اكمل على كلام حضرتك. زي ما انت قلتي، هي المشاركه والنشر والتسليط الضوء على مثل هذه الحالات ومثل حالات القبض عليها او مواجهتها او التحقيق معاها هو لايصال رساله تحذيريه، لايصال رساله ردع لكل اللي بينتهجوا نفس هذا النهج. احنا من 2017 او 16 وتحديدا منذ انتشار الغرف الدردشه واللايفات والبث المباشر واجتياح هذا او هذه الحرب وهذا النهج على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات تيك توك وانستجرام فيسبوك يوتيوب تحت مسميات اصبحت مهن، مهنة يوتيوبر، مهنة تيك توكر، مهنة بلوجر، واصبحت ممتهنيها بيتربحوا اموال طائله. ومن اجل هذه الاموال وزياده المرتدات بيهرسوا تحت هذا الهدف اي قيم، اي اخلاق، اي عادات وتقاليد المجتمع، منها طبعا النصب المنتشر وكان عدد كبير جدا تم القبض عليهم، هبه السيد، هدير عاطف، سلمى الغزولي، مئات الاسماء تم القبض عليها رجال مباحث الاداب بقطاع الشرطه المتخصصه بوزاره الداخليه بيرصدوا كل ما يخل الاداب العامه، رجال مباحث الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاموال العامه بيرصدوا كل من يستهدف المواطنين كضحايا للنصب عليهم. تم تسجيل وتحقيق عشرات القضايا والضبطيات، وده بيتم من خلال ملاحقه، ولكن زي ما قلت لحضرتك هي الازمه مرتبه ومعقده والمواجهه جماعيه، المواجهه من الاسره. انا هشد على ايدك هنا في الجمله دي، المواجهه جماعيه، ده مساله مهمه جدا طبعا. ما هواش دور شخص واحد، لان اثبتت التجربه ان المنع والتقييد والصوت العالي ما بيجيبش نتيجه، وانه ما فيش حاجه تقدر تمنع الشباب يخشوا على التيك توك ويعملوا النوع ده من المحتوى. التجربه بتقول صحيح. كده صحيح. هي المواجهه مش فرديه وليست امنيه او قضائيه فقط، ولكن مواجهه كلنا وسائل الاعلام بالتضافر والتعاون والتنسيق مع الاجهزه الامنيه والقضائيه وجهات التحقيق مع المدرسه والتعليم والمؤسسات الدينيه. هي المواجهه المجتمعيه للحفاظ على اخلاق مجتمعنا، على النشء، على لان طبعا زي ما وشفت في اعمال دراميه طبعا يعني في رمضان اللي فات لا اعلم نسبه مشاهده، كان مسلسل سلط الضوء على بعض مثل هذه الحالات. مباحث الاداب القت القبض مؤخرا على فتاه اللي حضرتك لفظتي تذكري اسمها وانا بالتالي مش هذكر اسمها، ولو ان الاسم اللي بتنشر بيها هذه الفيديوهات هو اسم مستعار، يعني رودي محمد ده اسم مستعار مش اسمها الحقيقي. طبعا احنا عندنا اسمها الحقيقي. تم القبض عليها في منطقه سيدي جابر في اسكندريه، بتعمل لايفات اباحيه، لايفات فيها ايحاءات جنسيه، لايفات فيها محتوى مخل بالاداب العامه من اجل زياده نسب المشاهدات، في ايحاءات، في خلاعه، في حاجات لا تتنافى ولا تتناسب مع عاداتنا وقيمنا واخلاقنا وديننا وكل اللي اتربينا عليه ونشأنا عليه، مش مجتمعنا. طبعا انا بضيف على حضرتك كلامك هو ان ده والنوع ده من الانتشار السريع جدا جدا. تعرف كمان في ملحوظه برضو انا شفتها في الـ في الـ في, الـ في النماذج اللي من النوع دوت، تتخيل مثلا ان اللي بتحط محتوى غير اخلاقي او كذا هي منفتحه جدا، بالعكس على فكره معظم هؤلاء الفتيات من اسر محترمه ومحافظه، وده يقول لك ان هو العيب فين؟ العيب في البيوت ولا في السوشيال ميديا ولا في الهوس
اللي حصل بالتكنولوجيا بشكل سريع جدا يمكن احنا ما كناش مستعدين له او فاهمينه. تمام حضرتك جدا. يعني كان في ندوات انا حضرتها لمواجهه الامن السيبراني ومواجهه الفوضى وحروب الجيل الخامس والسادس والسابع، وده نوع من حروب استهداف الهويه. وخليني برضو اكد مع حضرتك ان دي مؤامره ودي استهداف ودي حرب كبيره جدا لازم تتضافر فيها جميع اجهزه الدوله. بس لما نيجي نقول مؤامره ما هي المشكله برضو يا استاذ فتحي، لما نيجي نقول مؤامره ده حتى النهارده الدول الغربيه عندها حرص شديد جدا وحذر من التيك توك، وهم نفسهم يعني من كل يوم والتاني نشوف مناقشات داخل برلمانات وداخل مجالس نواب في دول مختلفه بتقول لك نمنع التيك توك، نوقف استخدام التيك توك. مين بقى اللي عمل علينا المؤامره دي؟ ما هو كان هم نفسهم قلقانين. المنع هناك لاسباب سياسيه اقتصاديه، المنع عندنا احنا هنا لاسباب اخلاقيه وقيم والحفاظ على القيم. فهي تيك توك شركه صينيه يواجهها ويضاهيها شركه فيسبوك، تطبيقات بتنافس بعضها لاغراض تجاريه، امريكا والصين يعني الصين تتخانق مع امريكا واحنا يعني واحنا اللي نشيل بقى المشاكل. والقصه وصلت ليست هناك طبعا، هم المحتوى كل هذا المحتوى اللي موجود على تيك توك لا يتعارض مع القيم الغربيه ولا يتعارض مع القيم الا هنا احنا طبعا. وبرضه استخدامه عندنا احنا بقى نايمين، احنا مش دريانين بالموضوع ده خالص، مش دريانين بالقصه دي. انا بشكرك، والموضوع الحقيقه محتاج نقاش اوسع. يعني الاستاذ فتحي سليمان الصحفي والمتخصص في قسم الحوادث، زي ما قلنا هو الموضوع محتاج وقفه ومحتاج تركيز ووقفه جماعيه، لانه اثبتت التجربه المنع مش حل. ولازم نبقى منتبهين يعني وسط الخناقه اللي حاصله بين امريكا والصين على التكنولوجيا واحتكار وسائل المعرفه والكلام ده كله، احنا اللي قاعدين نستقبل محتوى سلبي وقاعدين نستقبل تطبيقات هدامه واحنا مش دريانين بايه اللي بيحصل حوالينا. خلاصه القصه دي والموضوع ده. قصه اخرى وموضوع اخر يمكن من ضمن النقاط اللي احنا كنا بنتابعها على مدار الايام اللي فاتت، امبارح اتكلمنا عن موضوع تصوير الجنازات والعزاءات خصوصا الخاصة بالفنانين وأسرهم، وده أثار جدل كبير جدا على مستوى أوساط مختلفة. النهاردة حصل مطالبات برلمانية وتشريعية بمنع نشر أخبار الجنازات أو تصويرها بدون إذن. التحرك دوت سببه إيه وهل ممكن يطبق أو لأ؟ ومدى الجدية اللي هيؤخذ بيها ومدى إمكانية تفعيله فعلا، ده اللي أنا هناقشه دلوقتي مع النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب. مساء الخير سيادة النائب، أهلا وسهلا بيك. مساء النور بحضرتك. أهلا وسهلا. طيب حضرتك تقدمت ب طلب لتعديل تشريعي بإضافة فقرة المادة 88 من قانون العقوبات، اشرح لنا من فضلك المادة بتقول إيه والتعديل اللي حضرتك طالبه. يعني هذه المادة أنا لجأت إليها بعد كل حدث خلال الفترة الماضية من يعني مشاهد شفناها كلنا فيما يتعلق بتخطيط عزاءات كثير من المشاهير. المادة دي بقانون العقوبات بتتكلم عن إنه يتعلق بحظر نشر بعض الامور وعقوبات توصل لسنه وشهرين او 40,000 جنيه غرامه على المتسبب في عدد من الامور اللي علاقه بحمايه الشخصيه. فانا اقترحت فيها ما يتعلق بان احنا نحط عقوبات تتعلق بمساله اللي هو نشر الصور والفيديوهات. وهنا عايزين نفصل ما بين حاجتين، ما بين انه من حق الصحافه حريه النشر، وبالتالي مستحيل ان انا اكون واحد طول عمري بدافع عن عدم حبس الصحفيين ومتضامن معاهم في كل القضايا دي وان انا ادعو لحبسهم، لكن المشهد النهارده اللي بنشوفه بقى صعب جدا، واغلب المشاهد اللي بقينا بنشوفها دي بتبقى من ناس بتحاول انها تمارس اعمال خارج اطاق الصحافه او خارج اطاق مؤسسات صحفيه معتمده او مشهره قانون. وزي ما حضرتك عارفه يعني مصر من عهد الفراعنه فكره بتقدس وبتحترم الموتى والمراسم المرتبطة بيها، وزي ما قلت حضرتك المادة دي ما بتمنعش النشر لأنه من حق الجريدة أن هي عندها مراسل فتكتب أنه حضر فلان وفلان وفلان، لكن أنا اللي طلبته أنه من حق أسرة المتوفى
ان هي تدي تصريح كتابي للمؤسسه الاعلاميه اللي بتسمح لها بحق التصوير. انما مساله التصوير والفيديوهات بهذا الشكل، موضوع انه يتحول بشكل او باخر لريتش ومحاوله لجذب الزخم، دي مساله بقت يعني للاسف صعبه جدا، وصعبه على مستويين. المستوى الاول ان هي بتتعدى على الحريه الشخصيه للشخص اللي رايح، الحاجه الثانيه كمان انها بتؤدي لامتناع عدد كبير من الشخصيات العامه في مختلف المجالات، لانها تروح العزاءات بسبب ما يتعرضوا له من المضايقات. وفي نفس الوقت هي اثرت على الصحفيين وعلى التغطيه الصحفيه، ان المؤسسات الصحفيه المشهود ليها بالكفاءه بقت بسبب ناس كتير متداخله معاهم في المهنه او منتحل شخصيه، وهم نفسهم بيبقى عندهم اعاقه في انهم يغطوا بشكل مهني. وبالتالي المساله ما ينفعش تقف عند هذا الامر. وعايز اشير مع حضرتك يعني، ويعني تقريبا اول حد يبقى عارف، انه حصل مكالمه بيني وبين السيد نقيب الصحفيين منذ يعني دقائق قليله، وكان فيها نقاش حوالين المساله، وهل انا بدعو الحبس الصحفيين ومش متعودين منك على المواقف دي. قلت بشكل واضح لا، يعني المساله ما فيهاش ده على الاطلاق، لانه انا في تعديلاتي واضح جدا ما فين فكره النشر وفكره انه انك يعني طب الاستاذ خالد البلشي بقى كان رايه ايه في مطالبات حضرتك يا سياده؟ والسيد نقيب الصحفيين مشكورا دعاني للجلسه اللي دعا ليها السيد نقيب الصحفيين نقيب المهن التمثيليه في جلسه يوم الاربعاء في هذا الشان، واحضرها بحيث ان احنا نشوف افضل الطرق، واذا وصلنا لطريقه من شانها. سياده النائب، ما اعرفش حضرتك سامعني ولا لا، بس نقيب الصحفيين بكل تاكيد الاستاذ خالد البلشي هيكون يعني خلينا نقول بعيدا عن الانحياز او الاتجاه للزملاء الصحفيين، لكن اكيد هو متفهم طبيعه عملهم، متفهم ما يطلب منهم، وعنده اكيد تقدير ليهم. وصلتوا لحته في النص ولا اختلفتوا في حاجه؟ هي الفكره، انت عندك طرف متضرر اللي هو عدد من الشخصيات العامه، وطبعا نقابه المهن التمثيليه بسبب اللي حصل مؤخرا في عزاء الراحل صلاح السعداني. وبالتالي احنا هنشوف السيد نقيب الصحفيين بيقول انه في نوع عدد من الاكواد اللي ممكن نعملها تنظم هذه المساله، اجراءات او يعني اجراءات بالظبط، هيطلع الموضوع من اطار ميثاق لاطار اجراءات ممكن نتفق عليه. والله اذا راينا انه ده تمام والمشهد ده تمام وهيحل الازمه، فانا هكون من اكثر المتعاونين في ده. اذا لقيت انه الازمه لا بتتحل، هنبدا نشوف بعديها اجراءاتنا ايه. لو في مشكله في التعديل اللي انا عامله نظبطه بحيث انه لا يفهم في غير محله. لكن انا بقصد مساله انه انا من حق اسره المتوفي ان هي تنظم هذه المساله، يعني تنظم المساله دي بحيث يراعى حرمه اسره المتوفي، وفي نفس الوقت يعطى الزملاء الصحفيين حقهم كامل. حقهم انهم بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا. وطبعا هنبقى يعني في متابعه معاك للموضوع ده، ونشوف اجتماع يوم الاربعاء ايه اللي هيحصل فيه. قصة أخرى وموضوع آخر هروح ليه مع حضراتكم، وهو موضوع جدلي بامتياز وأثار الكثير من الآراء المتباينة خلال الفترة اللي فاتت، هو موضوع اللاجئين، ملف اللاجئين وكيف تتعامل مصر مع هذا الملف. ليه بفتح الموضوع النهاردة أو بتكلم فيه؟ لأنه كان في لقاء مهم لوزير الخارجية المصري معالي الوزير سامح شكري مع إيمي باب، وهي مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، يعني الست اللي ماسكة الملف ده أو المعنية بالملف دوت. قال تصريحات مهمة، وهتوقف عند بعض الكلمات أو بعض الجمل. الوزير سامح شكري اتكلم عن مواجهة مصر لتدفقات متزايدة من المهاجرين، وده طبعا إشارة لقد إيه مصر متحملة ضغوط كثيرة بسبب حالة عدم الاستقرار اللي حاصلة في معظم الدول اللي حوالينا، سواء في الشرق الأوسط أو الدول اللي عانت من الحروب على مدار الكام سنة اللي فاتوا، وإحنا كنا يعني خط المواجهة الأول أو خط الصد الأول بالنسبة للمدنيين والحالات الإنسانية، وبالنسبة للحالات الصحية اللي كانت صعبة، وكل ده كان بيمثل ضغط على سواء الاقتصاد المصري، على الحالة الداخلية في الشارع المصري. وشفنا حملات على السوشيال ميديا مع وضد ناس بتقول لابد من تقدير وضع اللاجئين، وناس تانية بتقولك انه لازم يكون في ضوابط ما، وبالتالي كان في إثارة للملف دوت أو طرح للملف ده في لقاء الوزير سامح شكري النهاردة، وكان في بعض النقاط كده اللي بتوضح موقف مصر.
خلاصة الملف ده ايه؟ احنا النهاردة ما فيش حد قد مصر بذل جهد لدعم كل الناس اللي تضررت وكل المدنيين والأطفال والأسر اللي تضررت من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مساعدات فتحنا دراعاتنا يعني بدون أدنى، بكل رحابة صدر، بدون أدنى حساسيات، عمرنا ما عملنا مخيمات لجوء، التعامل كان إنساني بامتياز. في نفس الوقت لما مصر تطرح الملف ده في المحافل الدولية ده أمر من حقها تماما وأمر مهم جدا. الخلاصة هو شعرة الوسط، لا إهانة ولا تجريح في اللاجئين، وفي نفس الوقت لا تفريط في الحقوق المصرية. مصر بتعمل إيه؟ بتعمل تدقيق في أعداد اللاجئين، حصر للخدمات المقدمة للاجئين اللي هم بالمناسبة دلوقتي بيزيد عددهم عن 9 مليون لاجئ على الأراضي المصرية بعد أزمة السودان، أزمة سوريا قبلها، الأزمة الليبية، كل حاجة بتصب عندنا الحقيقة، وكل التضامن والتقدير لكل من تقطعت بيهم السبل. لكن ده مش معناه أن مصر لا تطرح هذا الملف ولا تتحدث عنه وما تطالبش بحقوقها في يعني ضبط الأمور زي ما بنقول. خلاصة الملف دوت هطلع بيها مع حضراتكم لفاصل ونرجع مرة تانية نستكمل ملفاتنا في الخلاصة. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامج الخلاصة. أخدكم سريعا إلى داخل إسرائيل، التصدعات تستمر، آخر التصدعات دي في استقالة لافتة جدا لرئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية أمان، وده واحد من الأجهزة الاستخباراتية المهمة جدا داخل إسرائيل، وهو اللواء أهارون حليفة. أهارون حليفة ده استقال ليه؟ لأنه يعاني حتى اليوم من تبعات فشله في منع هجوم حماس يوم 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى. لحد النهاردة هو مساءلات داخل الجيش الإسرائيلي ويعني اتهامات له ولجهاز الأمان بشكل عام بالفشل وبعدم القدرة على التنبؤ رغم الأموال الطائلة اللي تعطى ضمن ميزانية هذه الأجهزة الاستخباراتية داخل إسرائيل. إسرائيل أصلاً مجتمع عسكري عايش على الاستخبارات، ومع ذلك لم تنجح في التنبؤ بهذا الهجوم قبل وقوعه. معلومات سريعة كده نشوفها عن الضابط ده، لأنه واحد من يعني التوب كلاس في الجيش في إسرائيل وتحديدا في الاستخبارات. هو برتبة لواء، انضم للجيش الإسرائيلي سنة 85، كان قائد للواء المظليين ومدرسة الضباط في قاعدة تدريب الجيش الإسرائيلي، قاد كتيبة مهمة اللي هي كتيبة 202 أثناء احتلال جنوب لبنان، واستمر بقى يعني تقلده للمناصب لحد ما أخيرا استقال دلوقتي. دي كان يعني نقطة مهمة نتوقف عندها أو نعدي كده عليها وإحنا بنشوف إيه اللي بيحصل النهاردة داخل إسرائيل وتبعات العملية على قطاع غزة. طيب أروح معاكم برضو الخبر آخر وموضوع تاني. النهاردة كانت الناس مترقبة، والحقيقة مش النهاردة بس، من امبارح يعني، والناس عندها حالة ترقب لأي حاجة بتخرج من مجلس النواب، من مناقشات، من بيانات. امبارح كان في ترقب لموضوع الحكومة أو إن كان في تعديل وزاري. النهاردة كان مفترض يكون في مناقشة للبيان المالي للموازنة العامة للدولة سنة 2024-2025، لكن تم تأجيل المناقشة دي لجلسة الغد. إيه اللي هيحصل في جلسة الغد؟ أكيد هنتابع مع حضراتكم وأكيد هنشوف إيه اللي بيحصل، لأنه ده انعقاد مهم للبرلمان أو لمجلس النواب المصري، مش بس لأنه بيقام مكانيا يعني داخل المقر الجديد للمجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لكن كله ضمن نطاق تغيرات مهمة، وكله ضمن نطاق أحداث مهمة بتمر بيها مصر وتحديات مهمة. فأكيد دي مسألة نفضل كده نبص عليها كل شوية ونقول لكم على تطوراتها. خبر تاني برضو، النهاردة بعت السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. أيضا بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبعث أيضا السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتفضل سينا كده يعني غالية وكبيرة بتضحية أبنائها من الشهداء. تقليد بقى تاني برضو مهم ان احنا نقف عنده ونتكلم عنه، وهو تقليد نظمته الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي. التقليد ده هو عبارة عن احتفالية لتكريم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير السابقين اللي كانوا ضمن حركة التغييرات الصحفية الأخيرة. يعني لافتة كرم ولافتة أخلاق مهمة الحقيقة بتتعمل النهاردة داخل الوسط الصحفي والإعلامي. الزملاء المكرمين أشادوا بالتقليد وكانوا سعداء به، تقليد جديد إن شاء الله يرسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين الزملاء. وجهوا الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة للصحافة على المبادرة الكريمة اللي بتضيف للجماعة الصحفية الحياة وبتثري العمل الصحفي، وأكدوا استعدادهم الكامل لخدمة مؤسساتهم في مختلف مواقع المسؤولية وتقديم كل الدعم وكل المساندة للزملاء الجدد لمواجهة أي تحديات أو صعوبات. في الاحتفالية دي أشاد رؤساء مجالس الإدارات والتحرير الجدد بالتقليد الجديد وبالروح الإيجابية بين الزملاء وبالتعاون من أجل صالح المؤسسات وبدعم الهيئة الوطنية للصحافة لكل جهد يبذل يستهدف صالح الصحافة المصرية والزملاء. وأكدوا الحرص على الاستفادة من خبرات الزملاء السابقين في مختلف مواقع المسؤولية، كما أكدوا الحرص على بذل كافة الجهود للارتقاء بالأوضاع في مؤسساتهم والبناء على ما تم من جهد ونجاح خلال الفترة الماضية. خلال الاحتفالية تم إهداء دروع تكريم من الهيئة للزملاء. هروح مع حضراتكم بقى لفقرة السوشيال ميديا، وهبدأ بموضوع يمكن هو على صلة كبيرة جدا بالملف اللي احنا بدأنا بيه حلقتنا النهاردة، هو موضوع التيك توك. مش بس الخطر في التيك توك من المحتوى المنافي للأخلاق أو من الفيديوهات اللي هي مثيرة للجدل، لا ده كمان في خطورة كبيرة جدا ومشكلة أنا شايفة أنها يعني دي بقى فعلا محتاجة وقفة كبيرة، هي التحديات اللي كل شوية بتطلع تقليعات كده يقول لك تحدي جديد، كل الناس تخش تقلد التحدي ده وتعمله، وفي الأغلب بتكون تحديات خطيرة جدا. آخر حاجة بقى تعالوا نشوف آخر تقليعات التيك توك وآخر مهازل التيك توك، هو تحدي اسمه كرومينج. إيه كرومينج ده؟ عبارة عن إيه؟ بص بقى، أول حاجة التحدي ده بيستهدف الأطفال، كل الأطفال في مصر. أضراره إيه؟ بيسبب فقدان للوعي، بيسبب الاختناق المميت، بيسبب نوبات قلبية. فكرة التحدي هي استنشاق الأبخرة اللي طالعة من الأدوات المنزلية. يا خبر أبيض، يقول لك إيه؟ يتحدى كده الطفل أو يتحدى الشاب أو أيا كان بيتفرج مين على التيك توك، يقول له روح دلوقتي هات علبة مثلا بايروسول، علبة مبيد حشري، علبة طلاق الأظافر المانيكيور، علبة معرفش حاجة من الحاجات اللي هي منتجات التنظيف، وروح حطها عند مناخيرك كده وافضل شم الريحه دي، وعلى قد بقى ما تقعد على قد الوقت اللي انت هتاخده، وصور نفسك وانشر على التيك توك. ده ايه المرض ده؟ يعني ايه الخيال المريض اللي بيوصلنا للمرحله دي؟ استفدت انت ايه كده من التحدي دوت؟ اثبتت ايه يعني؟ وصلت لايه؟ غير انك انت ممكن يحصل لك تلف كبير، اختناق، سكتات قلبيه، نوبات، يو يعني حدث ولا حرج، كل ده من الاستنشاق المضر دوت. وفعلا اللي انا بقوله ده مش مبالغه، حصل حالات وفاه للعديد من المراهقين في كل انحاء العالم، وبدا النهارده يكون في تحذيرات شديده جدا للاباء والامهات، راقبوا ولادكم، شوفوا بيعملوا ايه على السوشيال ميديا. لما يقعد الولد كده قاعد متنح على الموبايل، بص معاه هو فاتح ايه وبيشوف ايه. الناس علقوا ايه بقى وقالوا ايه على السوشيال ميديا؟ تعالوا كده نبص بصه سريعه برضو. حد قال لك سياسة الصين في الصناعات بيهمها استهلاك وما بيهمهاش أضرار المستهلك، يعني بيحط اللوم على الصين. حد تاني بيقول لك الحمد لله على نعمة العقل. هو فعلا يعني مين اللي النهارده يروح يستجيب للكلام ده؟ لكن في ناس بتستجيب وفي أطفال بتعمل التحديات دي، خلوا بالكم. الله يخليكم.
فيديو تاني على السوشيال ميديا. الفيديو ده الحقيقة انتشر بشكل كبير جدا، وده بقى المعنى الإيجابي أو القيمة الإيجابية للحاجات اللي ممكن تبقى موجودة على السوشيال ميديا. الفيديو عبارة عن إيه؟ حد من المستوطنين في إسرائيل قرب من علم فلسطيني، راح جاء جنب العلم، هو هدفه إيه؟ عايز يشيل العلم، وده جزء من سياسة المستوطنين في إسرائيل واللي احنا تعودنا عليه. أول ما قرب من العلم زي ما انتوا شايفين اهو في الفيديو أو هتشوفوا حالا، أول ما بدأ يقرب من العلم أهو بيقرب اهو من العلم عايز يشيله، متخيلين ان هم لو شالوا الأعلام خلاص الأرض بقت ليهم والبلد بقت ليهم ونسفوا التاريخ ومحوا التاريخ وخلاص، أهو فرع في وشه، تبقى الأرض وتبقى فلسطين ويبقى العلم الفلسطيني ويبقى الحق، هو هيفضل الحق كده مهما حاولوا يشيلوا أعلام، مهما حاولوا يعملوا مجازر، مهما حاولوا يموتوا أصحاب الأرض، مهما حاولوا يمحوا التاريخ ده مش هيعرفوا الحقيقة. هبص معاكم على الصحافة برضو، الصحافة ليها علاقة بشكل سريع كده، ليها علاقة برضو بأحداث فلسطين، وهقف تحديدا عند صحيفة الشرق الأوسط اللي نشرت عنوان أو تقرير صحفي عنوانه المقابر الجماعية تتكشف في غزة. آخر الأخبار بتقول لنا أنه في مقابر جماعية فيها أعداد هائلة من الضحايا الفلسطينيين، جريمة جديدة أهو الشرق الأوسط تكلمت عنها. شرق الأوسط كمان بالمناسبة حطت النهاردة كاريكاتير بيلخص الموقف الأمريكي أو الازدواجية المعايير الأمريكية، أدي الفيتو الأمريكي أهو بيقيد أو بيوقف أي تحركات للأمم المتحدة، للمجلس الأمن الدولي، للمجتمع الدولي بشكل عام، هنفضل محلك سر طول ما أمريكا بتستخدم الفيتو لدعم إسرائيل. وبمناسبة الفيتو الأمريكي عايزة برضو أعرض لكم مقال بيعبر عن مقولة شهد شاهد من أهلها، مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لكاتب مهم جدا في أمريكا اسمه نيكولاس كريستوف. قال ايه الراجل ده؟ وده واحد من الليبراليين في امريكا، بيقول What happened to the Joe Biden I know، يعني ماذا حدث للرئيس بايدن اللي احنا بنعرفه. هقول لكم بس جملة واحدة في المقال ده، الراجل بيقول او الكاتب المحترم ده بيقول انه النهاردة رئيس بايدن تحول من شخص مخضرم في السياسة الخارجية وسنتر له خبرة كبيرة ونائب رئيس امريكي سابق ورئيس امريكي حالي، تحول الى شخص تائه ضائع. ليه بقى؟ لانه الطائرات الامريكية اللي بتستخدمها اسرائيل بترمي قنابل امريكية بتستخدمها اسرائيل، بتضرب بعثات وافراد لبعثات دولية ومنظمات دولية مفروض انه امريكا هي اللي بتمولهم من دافع الضرائب الامريكي، في حرب كاملة ترعاها امريكا، قمة ازدواجية المعايير وقمة التخبط اللي بيمارسه بايدن النهاردة. الطيارات امريكية، سلاح امريكي، القنابل الامريكية، الضحايا مفروض انه امريكا بتدعمهم او مفروض انه امريكا واقفة جنبهم زي ما بتقولك انا بدخل مساعدات، لكن في نفس الوقت هي بترسل بالشمال او بالناحية التانية بتبعت السلاح وبتبعت الطيارات الاف 16 وبتبعت القنابل لاسرائيل تضرب بهم هؤلاء. ازاي؟ محدش فاهم، حتى الامريكان نفسهم مش فاهمين. وبيقولك بيختم المقال بقى بيقول انه ده جزء من ارث بايدن هيفضل طول العمر يجري وراه، اللي حصل في قطاع غزة واللي حصل للفلسطينيين تحديدا. تقرير آخر أو صحيفة أخرى وهي مجلة الفورين بوليسي اللي نشرت تقرير اسمه الحرب بين إيران وإسرائيل بدأت للتو. أهمية التقرير ده أنه بيتوقع المزيد من الصراع، بيتوقع المزيد من التصعيد خلال الأيام القادمة بين إيران وإسرائيل، وأنه خلاص كل اللي هنشوفه الأيام اللي جاية دي هي يعني فصول من فصول الحرب. طيب هختم معاكم فقرة الصحافة بمقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، طبعا عضو مجلس الشيوخ، برضه هو بيتكلم على إيران وإسرائيل والمسرحية والمتفرجون. عنوان المقال بيقول إنه مجمل اللي حصل وهيحصل بين إسرائيل وإيران هو مسرحية، مين هم أطراف المسرحية؟ والسؤال الأهم اللي المفروض يشغلنا النهاردة، ايه دور العرب في المسرحية دي؟ في تفسير اللي بيتبنوا الرأي ده انه الصدام بين اسرائيل وايران طول الاسابيع الماضية كان مسرحية كل الناس شاركت فيها، لو ده حقيقي وامريكا هي اللي تولت الاخراج وتولت هندسة المشهد
والاداء كان ضعيف ومش محبوك والنص مكشوف قوي والاخراج بدائي جدا. لو كل ده مسرحيه وممكن يكون ده بحسب الكاتب المقال، ايه بقى دور العرب اللي لازم ما يبقوش مجرد متفرجين؟ تساؤل مهم بيطرحه الاستاذ عماد الدين حسين. دي كانت يعني لمحه كده على ابرز التقارير ومقالات الراي والافتتاحيات في الصحف الاجنبيه والمصريه. هروح بقى بعدها على فاصل، بعد الفاصل هنناقش مع حضراتكم موضوع بيهمنا في مصر، احنا كنا دايما اصحاب الرياده في مجال القطن والمنسوجات بشكل عام، تاخرنا تراجعنا نحاول التقدم مره ثانيه، احنا فين في الملف ده، بنعمل ايه وممكن نوصل لايه؟ بعد الفاصل هيكون معايا الدكتور وليد يحيى وكيل المعهد القومي للقطن بوزاره الزراعه، نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، خليكم معايا. مرة تانية في الخلاصة، أهلا وسهلا بحضراتكم، بنناقش واحد من الملفات الحقيقة اللي بقالنا سنين بنتكلم فيها. طول عمره القطن المصري متربع على عرش المنسوجات، إيه اللي حصل للقطن دوت، وهل يقدر بالجهود اللي بتقوم بيها الدولة مؤخرا أنه يستعيد مكانته المفقودة؟ ده باختصار موضوع نقاشنا مع الدكتور وليد يحيى وكيل المعهد القومي للقطن بوزارة الزراعة. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين جميعا. خليني ابدا بالسؤال الصعب، امتى يتعافى الذهب الابيض ويرجع لمكانته؟ لو اتكلمنا وقلنا متى يتعافى الذهب الابيض ويرجع الى مكانته ويرجع الى موقعه العالمي، هنقول ان ده تم فعلا حضرتك. احنا بدايه من موسم 2015 بصدور القانون القرار الجمهوري بقانون رقم 4 لسنه 2015 باستثناء مساحات الاكسار من قانون التجاره الحره، وتتولى وزارة الزراعة عمليات إكسارها وعمليات إنتاجها. ده أدى إلى رجوع مرة تانية الأصناف القطن المصري كلها وسلالاته إلى صفاتها القياسية، وده كان بشهادة كل الغزالين الموجودين في العالم في أكثر من 22 دولة بيقوموا باستيراد الأقطان المصرية. تلا ذلك مجموعة كبيرة من المجهودات كان من أساسها الدفع وزارة الزراعة المصرية بست أصناف في خلال 6 سنوات بتعتبر هي أفضل وأعلى أصناف القطن إنتاجا في تاريخ القطن من 200 سنة. ده اللي أدت إلى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، وهذه الأصناف أيضا بتحتوي على صفات جودة وصفات طيلة قياسية من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة، ودي الصفات اللي كل غزالين العالم وخطوط الغزل في العالم بتجري وراها وبتاخد الأقطان المصرية علشانها. في نفس الوقت ابتدت المساحة بعد ما قلت لغاية ما وصلنا ل 131 ألف فدان في موسم 16، ابتدت المساحة تزيد تدريجيا لغاية ما وصلنا ل 337 ألف فدان. الإنتاجية من وحدة المساحة وإنتاجية بس ده لسه رقم قليل نسبة إلى إمكانياتنا وتاريخنا مع ما هو فندم. أنت حضرتك القطن المصري إحنا عملية التوسع في المساحة لها حاجتين اللي هي بنسميها، أولا احتياجات التصدير والسوق العالمي من الأقطان المصرية بيحتاج قد إيه، في نفس الوقت المغازل المحلية الموجودة في مصر سواء قطاع خاص أو قطاع عام بتحتاج قد إيه. لو اتكلمنا عن السوق العالمي بياخد قد ايه خلال العشر سنوات، لو خدنا متوسط 10 سنوات هنلاقي انه متوسط تصدير مصر للاقطان في السوق العالمي او الحصة الاستيعابية للاقطان الطويلة والطويلة الممتازة اللي بتنتجها مصر في حدود 80,000 طن. طيب احنا لو اتكلمنا على المغازل المحلية، المغازل المحلية خلال 10 سنوات متوسطة تقريبا في حدود من 300-400,000 انطار، يعني تقريبا 20,000 طن. الخطط اللي عاملاها القيادة السياسية والدولة دلوقتي تطوير قطاع الغزل والنسيج باستثمارات تصل ل 32 مليار دولار مليار جنيه او 40 مليار جنيه لعمل وفتح مصانع جديدة سواء في المحلة الكبيرة او في كفر الدوار، وفي تطوير قطاع الغزل والنسيج في حلوان وعمل مصانع جديدة في دمياط. كل الكلام ده عشان يتم استيعاب الاقطان المصرية وجوه السوق المحلي، ويتم زيادة القيمة المضافة للقطن المصري، واحول القطن المصري بدل ما اصدره خام اصدره اما في المرحلة الاولى في صورة غزول والمرحلة الثانية في صورة منسوجات واند برودكت في النهاية اللي هي الملابس الجاهزة. ده كله انا هضيف قيمة مضافة كبيرة جدا على الاقطان الخام اللي انا بصدرها، الى جانب فتح فرص عمل كتيرة جدا. ده يفرق معانا قوي في موضوع يعني ال 100 مليار دولار صادرات اللي احنا بنستهدفه، اللي بتهيألي ان شريحة المنسوجات
او الاقمشه فيها ممكن تحتل مكانه كبيره. تحتل مكانه كبيره. احنا لو اتكلمنا حضرتك يا فندم على ال 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 الواردات والصادرات، احنا بنستورد اقطان قصيره عشان نغذي المغازل المحليه، ده كان قبل ما يتم التطوير. وصادراتنا من القطن قد ايه؟ احنا بنصدر ب 380 مليون دولار وبنستورد ب 220 مليون دولار. فبالتالي الوعاء التصديري او الوعاء الـ 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 السياسه النقديه لصالح الاقطان المصريه مره ونص لو اتكلمنا على الواردات اللي احنا بنقولها. طيب احنا محتاجين كام؟ محتاجين ننتج 80 الف طن عشان نصدرهم. ومحتاجين ننتج 80 الف طن عشان نشغل بيهم السوق المحلي. التحديات بقى قدام ال 80 الف طن، ايه اللي بيعوقنا؟ اول حاجه حضرتك يا فندم المساحه. القطن محصول بنفسه على خريطة المحاصيل الصيفية في الدورة الصيفية محاصيل زي مهمة زي الذرة وزي محاصيل الذرة. حضرتك عشان كده لازم نتوسع وتزيد المساحة. طب تزيد المساحة فين؟ التوسع في المساحة يجب أن يتم دلوقتي الخطط اللي احنا عاملينها واللي احنا بننفذها والتجارب اللي بننفذها، الأراضي الصحراوية الجديدة ومساحات المليون ونص فدان ومساحات الأراضي المستصلحة في غرب المنيا والموجودة في توشكا والموجودة في عوينات، لأن ده هيتيح حاجة كويسة قوي اللي هي استخدام الميكنة الزراعية بداية من عملية الخدمة الأرض الزراعية وحرسها وتجهيزها وحتى جني القطن. احنا عندنا جني القطن عملية مهمة جدا، مفيش دلوقتي عمالة يدوية عشان تجني القطن. حضرتك عدم وجود دورة زراعية في الدلتا، انخفاض الايدي العاملة، المساحات وتفتتها اللي موجود في الدلتا. عشان اتوسع يبقى لازم اتوسع في مناطق اقدر اعمل فيها تجمعات كبيرة. اول حاجة المساحات، اول حاجة المساحات، التوسع في المساحات الجديدة الصحراوية عشان أبدأ أشتغل بنظام الميكنة الزراعية سواء من عملية الخدمة ووصولا إلى عملية الجني. لو أنا وصلت لكده يبقى توفير آلات الجني اللازمة لجني هذه المساحات. الحاجة المهمة قوي وهي إن إحنا عندنا حضرتك في فرق بين عندنا حاجة اسمها الحقل الإرشادي وفي حاجة اسمها حقل المزارع. الحقل الإرشادي اللي بيتم تنفيذ التوصيات الفنية فيه المثلى، وعندي حقل المزارع اللي بيقوم بالشغل فيه. احنا بندرب المزارعين دلوقتي في جميع انحاء مصر، لان في فرق في الحقل الارشادي بينه وبين الحقل المزارع في حدود انطار ونص. احنا بندرب كل المزارعين في مصر دلوقتي في كل المحافظات 17 محافظه على اساس ان يوصل بمتوسط الانتاجيه من وحده المساحه لحقله لمتوسط الانتاجيه اللي موجوده في الحقل الارشادي. طب انا لو وصلت ليها، لو اعتبرت ان انا زارع 350 الف فدان وبتكلم في انطار ونص، يعني بتكلم في حوالي 500 الف او اكتر من 500 الف انطار بدون ما زود فدان، ده انتاج اعلى بكتير. ده انتاج اعلى. طيب الحاجة التانية ازاي ازود الانتاجية لاعلى قدر ممكن من وحدة المساحة، وده هيعود على المزارع اللي موجود عندي بربحية اعلى، فبالتالي هيدي رغبة للمزارعين انهم يتوسعوا ويزرعوا وبالتالي المساحة تزيد. طيب اخيرا بقى اختم بالجزئية دي، حضرتك متفائل بالملف ده بالتقدم اللي احنا عملناه فيه؟ اكيد يا فندم. وبانه الفتره اللي جايه يبقى فيها تقدم اكبر. اللي حصل في خلال الخمس ست سنوات اللي فاتت يتيح لي ان انا ابقى متفائل ان خلال السنوات اللي جايه القليله احنا هيبقى ملف القطن حضرتك وهيتغير تماما، وهيعود القطن المصري مره ثانيه الى تربعه على عرش الاقطان العالميه ان شاء الله. نتمنى وان شاء الله. وبشكر حضرتك على وجودك معنا وكل المعلومات دي، الدكتور وليد يحيى وكيل المعهد القومي للقطن بوزاره الزراعه نورتنا. شكرا فندم. شكرا حضرتك. وصلت مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده من برنامج الخلاصه، البرنامج متواصل معاكم على مدار الاسبوع دايما، خلاصه المتابعات والقضايا والملفات. اشوفكم على الف خير.